صيحات الغضب اللي طلع من أعماقها كانت مقدمة لثورة 30/6. تعالوا نشوف بهذه المناسبة المجند عبد الرحمن محمود ده بقى أحد الذين استشهدوا في كمين مسترد. ده كان بيستعد للزواج، عنده 22 سنة، ولكن العرس تحول إلى مأتم بسبب جماعة الإخوان. حسب الله ونعم الوكيل في الظالم، انتقم منا ربنا الإرهاب. ومفروض يعني الدولة برضه تحاكم اللي يعمل خطأ، تحاسبه وقتي، تحاكمه حكم عسكري، مش تسيب العساكر عيال لفوضك لو يقتلوا فيها وساكت على كده. وإنا لله وإنا إليه راجعون، حسبي الله ونعم الوكيل. كل الناس انصدمت، لأن يعني الشهيد كان إنسان محترم ومحترم كل الناس، يعني شاب ما فيش منا اثنين في البلد. يعني احنا نطالب بسرعه القبض عليهم والقصاص العادل. احنا كل منانا نشوف واحد اخواني متعلق في مشنقه، او يسيبونا احنا يسرحونا، ما يحكموناش واحنا نقتلوهم، بعدين احنا، بس ما يحكموناش. احنا امبارح لواهات كانت ترمح قدامنا وخدمتنا، لما جبنا ولدنا احنا ما ننكرش حسب الجيش عمل معانا كل صفه زينه. جابونا في طيارة خاصة، جانا القائد معانا، نزلنا في أسيوط وركبنا، ده حق الحكومة يتقال. هانا لقينا مركز المنشية، مأمور المنشية وضبط مباحث المنشية مستنينة، مأمنين تأمين كامل. كل مشكلتنا في المحاكمة بس. احنا ولدنا توفى شهيد، واحنا مستعدين كلنا نموت شهداء فداء للوطن. يعني أنا كلمة أقولها لسيادة المشير السيسي، فالرجاء من سيادة المشير يحل المشكلة دي إن شاء الله. هو كي يعني كي ولد 20 سنة دي ميت، فانا ليه القاضي ما يحكمش؟ ليه الحكم العسكري ما يمشيش ضر رمية بالنار؟ ضربنا قال من قتل يقتل. ليه دي مش كل محافظة 50 واحد من الكلاب اللي تموت في اولاد الناس ويضربهم في المحافظة؟ عمره ما غلط حد، وكلمك هو بس فار زي كده، وعمره ما كشرفوش حد ولا بدأ بالغلط على حد. حسب الله ونعم الوكيل، حقه مش هروح هدر ان شاء الله. يعني ايه عبد الرحمن يعني اللي كان 22 سنه مسكين، راح مخدر له شقته عشان يتجوز، فاضل له شهرين ولا كان 3 شهور يطلع، اندبوا ميت. انا كنت شغال وجيت من الغيطه، قالوا 1000 وده عبد الرحمن ما حد يصدق، البلد كلها ما صدقتش. العائدون من ليبيا، العائدون من جحيم الميليشيات الليبية وجحيم الأوضاع في ليبيا، التقيناهم، تم اختطافهم، وتم أيضا يعني التعامل معهم بشكل لما هتسمعوا يعني هنا كان مطلوبا منهم أن يقدموا ما يثبت أنهم مسلمون، قل لا إله إلا الله، ولا لو ما قلتش كده